ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهاردة فلوك عن المكنة السنجر ال 2405، اللي انا طبعا كنت اتكلمت عنها وصورت منها في الفلوك اللي فات. بس النهاردة في حد من احد الفانز جالنا، استاذة زينب مصباح من محافظة من دقهلية. طبعا شرفتينا ونورتينا الاستاذه النهارده، خدت المكنه بسم الله ما شاء الله، يعني احنا قاعدين بنجربها. بس انتوا عارفين بحب اشارككم الايه احداث التجربه بالذات. طبعا ربنا يبارك لها فيها. هي طبعا خدت معاها ترابيزه كافيه جميله جدا، وخدت معاها رجل الحامل اللي هو المعدن بتاعها. طبعا الاول يا استاذه، اسف عشان الاسم، زينب مصطفى. استاذه زينب مبروك عليكي. احنا بس عايزين نعرف الناس، اتعمل لك النهارده خصم ولا لا؟ اتعمل لي خصمين اهو، الحمد لله. يا قالت خصمين، خلي بالكوا يا جماعه، شافت فيديو الالف مشترك وفيديو الحاجه ام احمد، يعني الناس بتدعي للحاجه ام احمد دي. طبعا نورتنا، والحاجه احنا بنتبشر بيها. احنا دلوقتي في المرحله اللي هي بنعرف استاذه زينب. الاول مبروك عليكي طبعا. كلكوا يا جماعه تكتبوا لها في التعليقات، هي تشوف الفيديو تخش على التعليقات هتلاقي الدعوه بتاعتكم ان احنا ربنا يبارك لها في المكنه، وزي ما احنا متعودين من كلامكم الجميل. دلوقتي هنعمل شكل يا استاذه اهو. طبعا معلش، هنا في فتحه اهي برضو يا جماعه، احضروا معايا عشان لو حد جه خد الموديل ده. الفتحه دي بتيجي في البنز ده، شايفها؟ تمام اهو كده، والفها لحد ما تبات. حلو الكلام. بعد كده احنا هنبدا نعمل كده عشان نشغل الشكل. بنجيب دي لمين؟ نبدا نخليه مثلا على واحد ونشغل. بصوا بقى يا جماعه معايا، الشكل مختلف، الزجزاج عادي ده شكله يا جماعه. لو حابين بقى نرجع كده خياطه ونطلع الشكل ده اهو كده، هنحط مثلا شكل تاني، مثلا نختار الشكل ده. بتلف كده يا استاذه زينب وانزل زي ما قلت لك. انت بتنزلي بالكامه نفسها، هي بايه بتضغط. وادي الشكل اللي بعده يا جماعه، نسينا نعمل كده، مش هتشتغل الشكل، فاهمه؟ اهو الشكل ده تحفه. بصوا يا جماعه، شايفه؟ شايفين يا جماعه الشكل؟ بسم الله ما شاء الله، المكنه دي جديده يا جماعه، مش يوزد. هي حتى كانت لسه المكنه جايه، بس هي جت طبعا من حظها طبعا. وهكذا كل ما بنغير شكل زي ما حضراتكم شايفين. طبعا لو اول مره حد يشوف الفيديو بتاعنا، ما ينساش الاشتراك واللايك. ده الشكل اللي بعده اهو كده. عايز اقول لكم الاستاذه ابتسمت وعجبها الموضوع قوي، وعجبتك المكنه. تمام، المكنه ممتازه. ربنا يبارك لك فيها، وان شاء الله ما يبقاش اول تعامل. طبعا يا جماعه احنا بنشحن محافظات، بس هم جم طبعا النهارده نورونا، الاستاذه وجوزها على دماغنا النهارده، والحمد لله يعني تم عمل الخصمين. وهي طبعا ما بتنساش حاجه، انا عايز انسيها الهدايا، بس هي مش هتنساها. هي عماله تقول لي ما تنساش الهدايا غير الحاجات اللي جايه معاها، واحنا هننفذ. مبروك عليكي، الله يبارك فيك. واستنوني يا جماعه الفلوك الجاي، واي حد عايز اي حاجه طبعا يكلمني واتس، انا هسيب الرقم في الديسكريبشن. وكلنا هندعي للاستاذه ان ربنا يبارك لها في المكنه، وانتظرونا ان شاء الله الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله.